نشوف الحالات الجدليه ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. النهارده كابتن الغندور وهنا الغندور يعني بنتكلم في عنصر مهم، اللياقه البدنيه. اللياقه البدنيه غندور هي تحمل عام، تحمل سرعه، السرعه في الكونتر اتاك، كلام جميل جدا جدا جدا، ولكن مش بس دي الحاجات يا كابتن بلال. هناك التوقع والقراءه، هناك التمركز والتحرك. يعني دايما ببقى انا كحكم ببقى عندي قراءه للعب، فبالتالي بروح في مساحات بعيده عن محيط اللعب. ده اللي انا بقوله غندور، ايه؟ حاول يا غندور تطور من ادائك في كيفيه التحرك بعيد عن محيط اللعب. مباراه اعتقد كانت مباراه سهله بقرار غندور النهارده، قرار صحيح باحتساب ركله جزاء، لم يتردد، ركله جزاء سهله وصحيحه. اعتقد النهارده كان موفق هو وطاقم التحكيم في جميع الحالات. هنشوف الحالات يا كابتن معانا هنا، حتى كمان هنا الغندور حكم الميدان شهاب راشد مساعد رقم واحد، محمد فاروق النهارده متميز مساعد رقم اثنين، وعاطف حسين رابع، وكان عندنا الحكام الفار هنا هشام القاضي، ده حكم صاعد كابتن بلال، صاعد بس حكم كويس، ومعاه هنا احمد توفيق المساعد اللي هو اي فار. الحاله الاولى معانا سريعا كده هنشوف اول حاله معانا هنا. هو هنا غندور عمل ايه كابتن شريف؟ هو ايه؟ ادى تحت فرصه في مخالفه، تمام، انتظر شويه، وشاف الكره يمكن تروح هجمه، استنى شويه، وبعدين لما لقى ان الكره مشتركه ما بين مدافع نادي اسوان ومهاجم الاهلي رجع واحتسب مخالفه، وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه. ما عندكش مشكله خالص، خلي اللعب يتواصل وارجع لو في مخالفه احسن مخالفه. ده كان اول قرار صحيح من الغندور في هذه الحاله. الحاله اللي بعد كده نشوف هنا التحرك سريعا، ثم هنا شادي حسين بينجح في لعب الكره تماما تماما، وبعدين بيتقابل بيه الدفع من حارس مرمى اسوان. ركله جزاء يا بلال تعرف من الحاجات السهله قوي 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 لاي حكم، وهنا كان الغندور قراره قرار صحيح باحتساب ركله جزاء صحيحه للاعب النادي الاهلي شادي حسين خلال مخالفه واضحه جدا من حارس مرمى اسوان. هنا بنشوف تاني لاعب هنا لم ينجح ابدا في لعب الكره حارس مرمى، وبالتالي المخالفه موجوده. اللي بعدها هنا بنشوف كمان قرار مهم، هقف هنا بس، ده اللي بنقول عليه كابتن بلال، الغندور احتسب المخالفه. هل كان عنده نيه الانذار؟ يدي انذار؟ لا، هقول لك هرجع عليه اللايف، بص كده شوف نتابع الغندور. يلا خلينا نمشي ونشوف. هو هنا اشار باحتساب المخالفه تماما والقرار صحيح مفيش مشكله، وانتظر. طب حد يقول لي هو ادى الانذار ازاي؟ الله يمانا اكلمه. بص يا كابتن، عندنا هنا رابع حكم الرابع، وعندنا الفيديو ممكن يعمله كنترول يوري كارت، يعني ايه؟ خلي بالك ان دي تستحق البطاقه الصفراء. هلال غندور جه بس ده من حق الفيديو ان هو يقول له، هو بيقول له يعني عارف حاجه اسمها تحكيم وقائي. طبعا الفار لا، هو ما بيتدخلش في الانذار الفار كابتن بلال، ولكن ممكن انا اقول لك خلي بالك اللعبه دي في فوت اون فوت. بس انا اشك ان اللاين مان كابتن هو اللي ممكن اللاين مان، انا معاك يعني، ما انا اقول لك يعني كلمه قال لي دي تستحق بالظبط يعني. كده هنا التعاون يا كابتن موجود، او الحكم الرابع، الحكم الرابع ممكن مساعد رقم واحد ممكن صح. ممكن الفار يديه، بس انا بقول هنا الغندور احتسب وما كانش فيه النيه في اشهار البطاقه. هنا طبعا المخالفه موجوده والانذار موجود وانذار مستحق. نشوف اللعبه اللي جايه، هنا في مخالفه غندور بردك يعني واضحه، تفصيلها مش عندك، بس خلي بالك هنا لما نشوف هنا القدم فوت اون فوت بردك، هنا اللاعب اسوان على لاعب النادي الاهلي كان يجب احتساب المخالفه، ولكن هنا هو خلى اللاعب يستمر، يعني هي عدت منه مفيش مشكله كخطا في نص الملعب مش مؤثر قوي يا اسامه، ولكن هنا شايفين المخالفه. اللي بعدها نشوف الحاله اللي جايه ونشوف هنا هذه الحاله المهمه جدا جدا جدا. هل شهاب راشد هنا في تسلل تمركز ولا اروع؟ صح بامانه، هي ربط كويس قوي 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 لحظه التمرين، ما تخضش لما لقى حسين الشحات رايح يا كابتن بلال وقال لك يعني لا، خلى اللعب يتواصل، وكنا شهاب كان قراره صحيح باستمرار اللعب. انا جايب الحاله ديت مش بس بنجيب الحالات اللي هي كابتن فيها سلبيات، ولكن بيجيب ايضا الحالات اللي هي فيها ايجابيات. اللي بعدها نشوف هنا هنا هقف، بس هقف. بص يا احمد، انت من حقك تنهي المباراه في اي وقت، خاصه الوقت انتهى وانت انتظرت الركنيه واتلعبت. هنا اللعيبه دي كلها بتيجي تمام، مفيش اي مخالفه حدثت، راجل لعب ونزلت رجليه على الارض كابتن بلال، اهي نزلت رجليه على الارض، مفيش اي مخالفه من لاعب الاهلي ضدك، فانت سقطت. الراجل الكره اتنقلت لنص الملعب صفر، ولكن لا يجب ابدا نشوف المنظر دوت، يعني نجيب لي اللعيبه اللي بتعترض
على احمد. اول واحد بيعترض عليك يا احمد لابد انك انت لابد تشهر البطاقه الصفراء ليه تماما ونشوف. خلاص الرجل نزل على الارض وبالتالي هنا جيب لي بس اللقطه الله يخليك اللي هي اعتراض اللاعبين على الغندور. هنا كان الوقت انتهى تماما وهنا يعني مش من حقك انت كلاعب تعترض على الحكم في انتهاء المباراه وهنا اعتراض غير مقبول. الحاله اللي بعد كده نشوف ايضا هنا هو خد القرار سريعا لم يتردد الغندور والقرار صحيح باشهار البطاقه الصفراء للتهور. نشوف هنا الدخول وهنا الركبه بتكمل يا كابتن هنا بس هنا ايه الركبه متنيه يا كابتن ومفيش فيها قوه وبالتالي نقول عادي خطا بتهور والانذار صحيح من الحكم احمد الغندور. الحاله بعد كده حاله من الحالات المهمه جدا 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 وانا هقف هنا بس شويه اسامه كابتن الشريف. هنا مفيش شك ان احنا بعد التسلل خلاص لعب من الخصم. هل هي من الخصم تعمد لعب؟ لا ولا انحراف؟ ده السؤال اللي احنا بنقول عليه دايما عشان الناس تبقى عارفه ودي اللي بتفرق في حساب التسلل. بالظبط كده. خلاص احنا اوريدي احنا عارفين ان احمد كان في موقف تسلل ولكن في الباص اللي اتعمل هل اللاعب اسوان لاعب متعمد ولا كان يعني هل في اكشن ولا اكشن يا كابتن احمد؟ ايوه. هل اللاعب اسوان كان عنده فعل ولا رد فعل؟ تعالى كده نشوف. تعالى نشوف. بص يا كابتن هنا مسافه لا تسمح ابدا بان اللاعب يفكر. صح. صحيح. معنديش امكانيه. ثم النهارده عشان نقول فعل ايه خليك بس معانا في اللقطه دي مهمه جدا عشان نقول فعل يبقى اللاعب عنده كامل سيطرته ان هو يلعب. يا كابتن لو انا اللاعب ده تحرك ولعب بارتياحيه وراحت الكره لاحمد عبد القادر استمرار لعبه هدف ولكن دي بنقول عليها ايه انحراف نتيجه ان اللاعب ما عندوش القدره على السيطره على الكره وبالتالي هنا كان قرار الحكم المساعد محمد فاروق كان قرار صحيح. الحاله بعد كده نفس الشيء بنشوف هنا انفراد تماما هو سمح باستمرار اللعب وحاجه ممتازه جدا محمد فاروق عمل ماتش كويس قوي 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 ورجع اشار على التسلل. تعال نشوف هنا هل كان هناك تسلل ولا ما كانش موجود تسلل. نشوف الحاله. طبعا الحاله هنا واضحه ولكن هو زي ما بنقول للحكام خلي اللعبه تستمر ربما يكون عندك مشكله في الربط رجع وحسب التسلل وكان القرار صحيح. بشكل عام يا كابتن ايمن دي كانت اخر حاله معانا. بشكل عام الغردون النهارده لم يلقى صعوبه ابدا في اداره المباراه زي ما قلت هو كل قراراته صحيحه سبب ركله جزاء صحيحه لشادي طاقم التحكيم بالكامل كان متعاون جدا جدا في كل القرارات زي ما قلت غردور عندك سنه صغيره في التحرك والتمركز ودي تبقى انت لو عملتها تبقى يعني هايل جدا جدا جدا. نتمنى طبعا التوفيق تاني للتحكيم المصري ان شاء الله ونتمنى ان التجربه الجديده اللي هي كلاتنبرج مهمه جدا جدا كابتن احمد عشان حتى تعرف البعض ايه الاخطاء اللي بتحدث في المباراه. ودي كانت اخر حاجه وبشكرك كابتن ايمن.